بعد دخول روسيا لمجلس حقوق الإنسان، أطلق اتحاد ثوار حلب حملة توقيع عريضة شعبية تعبيرا عن الرفض الكامل لانضمام روسيا إلى المجلس، لافتا إلى ما ارتكبته القوات الروسية في سوريا من انتهاكات بحق السوريين. نحن الأحرار في الشمال السوري عندما نسمع بأن الجلاد والقاتل والمجرم أصبح يدافع عن حقوق الإنسان وأصبح هو في مجموعة حقوق الإنسان، فهذا حقيقة معيب على الإنسانية ومعيب على أوروبا التي تدعي الديمقراطية وتدعي حقوق الإنسان والحيوان. شملت الحملة الشعبية التي أطلقها اتحاد ثوار حلب العديد من المناطق، منها ريف حلب الغربي وإدلب وريف حلب الشمالي والشرقي، مستمرة لمدة 7 أيام، حيث شارك فيها طلاب ومثقفون وسياسيون ومدنيون ومن باقي فئات المجتمع. طبعا هي الحملة انطلقت من 7 أيام، انطلقت بريف حلب الغربي بالمناطق المحررة بإدلب، انطلقت ريف حلب الشرقي بالباب، وبالشمالي بمارع، واليوم بعزاز بجامعة حلب الحرة. طبعا هي العريضة وقع عليها الشعب السوري نفسه اللي عانى آلة الحرب وآلة الإجرام الروسية، عانوا ويلات القصف، واللي تهجروا واللي فقدوا عدد كبير من أهاليهم نتيجة العدوان الروسي اللي ساعد النظام في تهجير الشعب السوري. نحن كطلاب نرفض التدخل الروسي في الحرب السورية لأنها تعد كطرف من أطراف النزاع، وهي السبب الوحيد في معاناة الشعب السوري. واليوم نحن كشهود عيان على هذا الأمر نرفض تماما دخولها لمجال حقوق الإنسان وهذه الشعارات الرنانة التي لا تستحق روسيا بدخول في مثل هذه المؤتمرات التي تدعي مطالبة بحقوق الإنسان. وفق القائمين على هذه الحملة، فإنه سيتم تقديم العريضة إلى الأمم المتحدة للنظر فيها، مذكرينها في الوقت ذاته بدعم روسيا لنظام الأسد في حربه ضد الشعب السوري.